وتبعوا لي توظيفتنا فيش بمظلتها تهزنا البارشة أمل وتظللنا بالأمل نتاعهم شو مباشرة الحكاية تنجح. قالوا قطاع موازي قالوا مشاكل في الجباية صحيح في الإنتاج والإبداع والابتكار من غرام، ولكن أيضا ارتبط بالدراسة والمهنة متاحها. ريم القرقوري تؤسس المظلة. أنا ريم القرقوري، أرشيتكت، سي إي أو و كوفاوندر المظلة. المظلة هي أنتربريز تونيزيان دو فابريكاسيون دو موبل دو جاردان و دو ستركتور أن بوا. الحكاية بدات بغرام تعدى من بول بنتو، خلى المشروع يتطور من أتولي صغير الماركة تونسية تستعمل لا رياليتي أوغمونتي في تسويق المنتوج. بدينا في 2018 بلي باراسول ونجحنا باش ندخلو لي بارتيكولي تو كوم لي بروفيسيونيل كيما لي زوتيل. Sous la demande de notre clientèle, زدنا كبرنا في الجامعة دو برودوي متاعنا ولينا نخدموا لي ميبل دو جاردان ان بوا لين وصلنا للي بيرغولا و لي ستركتور ليجير. جاتنا فكرة تصليح ورسكلت الميبل دو جاردان المستعمل كسوليسيون ندعموا بها الغوستيكلاج ليكونومي سيركولير وسورتو نشجعوا باش نحافظوا على الانفيرونمون متاعنا. تجربة متاعنا على مدة سنوات هذه خلتنا نخمموا في طريقة جديدة نقدموا بها المنتوج متاعنا، وهوني نحكيو على الرياليتي اوغمونتي، وهي بكل بساطة سي لا سوبربوزيسيون دان اوبجي فيرتوييل على ان اسباس ريال. احنا باش نوفروا ان اوتي للمستعمل باش ينجم يشوف البرودوي متاعو قبل ما يكمانديه، et ça va l'aider à se projeter dans son futur espace. التحدي متاعنا هو كيفاش من فكرة مشروع كلاسيكية نجمو نعملو حاجة إنوفانت و أوريجينال. مرحبا ريم، نورتنا. انا في الحكايه كل خط عندي برنامج اسمه انت الحب، دونك نحكي على عجبتني. اي نعرف لا نعرف نعمل اشهار البرنامج بتاع نهار الجمعه، زاد فرد قناتي تعدي وسي فخري راه فرد منشط زاد على مش كومبلي دانتيغي. لا 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 انه الغرام اللي خاطر حكيت على ابوها يظهر لي شفناه معاك ديجا في شنو هي، هو نجار في الاصل ولا يخدم بالضبط؟ اي كيفاش مال الحكايه هذه؟ احنا حتى واحد فينا له مستكتور نتاع المنويزري ان فيت، ما هي في العائله موجوده معناتها جدي والعائله كلها في خدمه المنويزري بوا، مي هو لي سيتي معناها هي الحكايه بدا اكسبيريمونتال، معناها هو خدم وخذا روتريت وبعد حل اناتولي صغير يعمل فيه لي باراسول. بعد انا في معناها كونجي انترفونو سيتي معناتها ريالمون حبيت نزيد لي كونيسونس نتاعي اكاديميك وبروفيسيونيل وفورماسيون نتاعي في الاركتيكتور وكل، وحابه زاد نخدم على الانتربرونيا، معناتها عندي موتيفاسيون باش ندخل للعالم نتاع الانتربرونيا، وكانت الفكره موجوده معناتها نلقى حاجه فكره نجم نخدم عليها ونجم نطورها وطورناها مع بعضنا. ديما احنا هنا نحكيو على فكر شباب وطموح وتصلب ساعات اداره بين فكرك وطموحك ووالدك، كان فما تفاهم وتناغم والا يا فيها بتي كونفلي هكايا جينيراسيون ديدي اللي بتاتر من بعد خلق حاجه اشب زاده؟ هو معناتها ايفيدامون فما هكا وفما ديفوا هكا ديفوا هكا، اي سورتو من الاول خاطر من الاول لا فيزيون ما كانتش واضحه، خدمنا على برشا حاجات، اون ديفلوبي بوكو دو برودوي مع بعضنا، مي كيما تحكي لو كونفلي يخلق الحاجه الباهيه، معناتها ديما تلقى فما ان كوتي بوزيتيف ايفولوتيف اللي هو فينالمون يوصل الحاجه مزيان برشا. الو انا جست مليحته نحب نقول باللي تحيه الوليد صفيق الساع، علاش؟ على خاطر ثم ثقافه لونتربرونيا في وليد صفيق، وثم بوكو دونكيت يقولوا باللي غادي حتى على مستوى الاداره التعامل مع لي جون زونتربرونور الي ديفيرون من جهات اخرى. دونك معناتها ثم حكايه الارث والناس اللي تورط وتكمل. زاد لو بير نتاع ريم كيف كمل الغوتريت نتاعو
مش يخدم حل لاتولي إيسا سي تيكستراوردينير معناتها مش هو أخذ الريتريت وقال أنا باش نرتاح من 30 سنة خدمة هاو توا باش نحل ألوغ ريم كيس كالا في تو دابور كانت لوبورتونيتي لوبورتونيتي الكوفيد وكانت فرصة منها هي ملي كانت بالنسبة ليها مشكلة على خاطر ما ثماش توريزم دونك ماهيش باش تنتج ولات اوبورتونيتي باش معناتها تعمل لينوفاسيون في لي برودوي نتاعك وزاد الدخل 3D الوغ ماذا بيك تحكي لنا عليها هو لو كوفيد سيتي لو ديكليك بارابور نوعيه البروبوزيسيون نتاعنا معناتها احنا البروبوزيسيون نتاعنا كانت لو برودوي دو باس واللي هو بدينا به اللي هو لي باراسول واحنا مشين في 2019 هكاك زدنا الجام دو موبل دو جاردان في 2020 كيف جا الكوفيد سيتي فرصه خاطر احنا الحقيقه حاولنا باش ما نقفوش لاكتيفيتي ما لازمتهاش تقف دونك خلقنا ان سيرفيس خلقنا ان بيزوان وجاوبنا عليه بالقد اللي هو لو سيرفيس دو ريباراسيون اللي خلى برشا عبيد معناتها لقينا برشا انتيغي لقينا العبيد فعلت بالقد اي سورتو كبرنا من الباز دو كليانتيل نتاعنا ومن اللي عبيد اللي تابع فينا من بعد زدنا خدمنا اكثر على لي برودوي الاخرين كيما لي بيرغولا وكل والرياليتي اوغمونتي في هذا الكل معناتها اون كور دو بريباراسيون معناتها خدمنا عليها خاطر يفو دو طون باش دخل التكنولوجيا هذيك كسوا تلقاها حاضره ولا تخدمها مع عبيد من الاول وجديد مي سا برون دو طون وخذيت الحكايه على الاقل عامين باش نجمنا ندخلوا لا رياليتي اوغمونتي تفضل فخي انا اللي شد انتباهي هو المعطى البيئي ولهنا نحب نسالك في الجانب البيئي في علاقة باللي تستعملوه كماتير بريمير الفكرة البيئة تزادت ومقتنعين بها ولا تزادت لأنه تعرف طبيعك ولا التوندانس ولا الناس كل متوجهة الغادي في الجانب هذا بالذات نعرف الأخير فما الفكرة الاستثمار فيها فكرة الربح فيها فكرة الضغط على الكو فيها فكرة أني باش تتواصل الاكتيفيتيز ونربح ولكن نعرف الآن المعطى البيئي مع أنه مازال ما هوش أولوية عند المستهلك الأخير ولكن نلقاها موجودة عندكم انتم الان تشتغلوا عليها بقناعه وباش في المستقبل تكونوا عندكم فهمتني اولويه ربما حتى على منافسينكم والا هي مجرد توندونس خاطر الناس ماشيه فيها تو والله هي في الوقت اللي خدمنا فيه ما كانتش توندونس برشا معناتها سيتي بالحق ان بيزوان لقيناه موجود معناها متاح وسورتو ما خدم عليها حد قبل معناتها كي تشوف لي كونكورون حتى حد ما يعمل ريباراسيون ان توكا حتى حد ما يصلح موبل نتاع غيره واحنا خدمنا على الموبل دو جاردان سبيسيفيكمون معناتها ما حناش نصلحوا في كل شيء خاطر الموبل دو جاردان سي نوتر سبيسياليتي فوالا دونك جاوبنا على البزوان في وقت اللي معناتها وفي الكوفيد راه ما كانش فما برشا اتونسيون فما حاجات ما كانتش معناتها سو لي بروجيكتور فهمت من بعد في السنين اللي من بعد ولات توندونس ليكولوجي اليوم تعملوا اعاده تدوير مثلا تاخذوا مبل قديم تعاودوا تصنعوا الاقتصاد الدائري يعني هو سي دون لا ليميت du besoin d'un client. معناتها انا جيني كليون يقول لي انا عندي مبل قديم نحب جو فو لي ريكوبيري اكها اما انا ما نشليش نعاود نبيع معناتها احنا ديما نخدموا على لي نوفو برودوي ونخدموا في الريباراسيون كسيرفيس للكليون معين يبدا عنده ان بيزوان alors rien 3D والخدمتكم معناتها لي كليون تاعكم اسكو عجبتهم الفكره انه يشوف المبل نتاعو كامل والباز دو دوني نتاعكم قداش ا ببري عندكم من كليون اي ايغالمون لا كرياسيون دومبلوا عندك انت الوغ بالنسبه لل 3D احنا من قبل نخدموا بلا نوسيون دو 3D قبل حتى ما نوصلوا للرياليتي اوغمونتي حتى معني سورتو مع لي غران كليون تاعنا اللي هما لي زوتيل ولي غران ستركتور خاطر انت باش تبيع له مش باش تبيع له ان برودوي باش تبيع له فكره كامله ومتكامله افيك لو سيرفيس افيك لو كونساي سي ان تو معناتها دونك هو يلزم يشري الفكره هيك مع لي بارتيكولي معناتها هي تجربه مازالت على اولها معني سورتو بالرياليتي اوغمونتي مازال ما عندناش ان روتور كبير ديال الرياليتي اوغمونتي فهمت فسرهم خاطر العباد ما فهمش معناتها الرياليتي اوغمونتي هو كيما فسرت الرياليتي اوغمونتي سي دو سوبربوزي ان اوبجي فيرتوييل على ان اوبجي على ان اسباس ريال معني انت في البلاصه اللي تحب تمناجيها تهز تليفونك يجيك الموبل في البلاصه اللي انت تحب تمناجيها هذاك ديجا يربح برشا وقت يخلي الكليون اون ايفيتي كي الكونفوزيون يبدا عارف روحه شنو يحب اي سورتو نقصوا عليه هكا التعب نتاع ما تخيلتش لي برودوي هذا باش يكون على الاسباس نتاعي هكا خاطر يشري حاجه ومن بعد يقول لك ما تخيلتوش هكا معناتها باش تعاونوا باش هو يشوف لو ريزولتا
من قبل ما يكمندي ومن قبل يكون ديجا الي 100% سيغ من يعرف اش باش يشوف في الاخر. فوالا سي سا عنده ال جوستومون في النقطه نتاع امال يعني اليوم تخدموا اكثر على كليونات كبار على كليونات صغار بالضبط خلينا نفهموا احنا فات سيبل نتاعنا تصدروا مثلا احنا السيبل نتاعنا ريبارتي سور دو لي بروفيسيونيل اي لي بارتيكولي. Les professionnels, bien sûr, on a les hôtels, les maisons d'hôtes, les restaurants, les restaurants, les qui classés les colons dans l'ORECA. Et les particuliers, on a les gens qui ont des diars, et on travaille avec Zouz, pratiquement, pour équilibrer le travail. En ce qui concerne l'export, on n'a pas de chose concrète, on travaille en développement, pour travailler sur les exports. On travaille avec le question que j'ai dit, Amel, sur le niveau de l'échelle aujourd'hui, le projet de l'Omdallah. احنا ان فات مشينا في ان استراتيجي نتاع نخدموا برشا اون كولابور برشا مع دي كور دو ميتيي اون اكسترن ومع دي زارتيزون دونك احنا نحاولوا ديما باش نخدموا معناتها عباره ايكو سيستيم واحنا نخدموا مع العناصر الكل معناها نخدموا مع النجار ساعات يبداو معناتها اون سو تريت نخدموا مع خياطه مع برشا دي كور دو ميتيي دونك فورسيمون ماهوش مش يكونوا الكلهم اون انتر نخدموا برشا كما قلنا على الاوت سورسينغ. فوالا يعطيك الصحه شكرا ليك ليم غرغوري دونك صاحبه مؤسسه مشروع المظله وبرافو على السيت الجميل جدا والواضح والمزيان شكرا ليك ابقى معنا مشو مباشره لتبع فخري.